بداية وفي إطار متابعة مدى تنفيذ برامج التعليم والتكوين للسنة الدراسية 2018-2019، قام اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. فبعد مراسم الاستقبال ورفقة لواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية واللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى ولواء بالقاسم بوعافية قائد الأكاديمية ووفاء منه لتضحيات الشهداء ومجاهدي الثورة التحريرية المباركة، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. إثر ذلك التقى السيد الفريق بإطارات وطلبة الأكاديمية أين ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع أفراد وحدة الناحية العسكرية الأولى عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ذكر فيها بالأهمية القصوى التي يكتسيها هذا اللقاء المتزامن مع احتفال الشعب الجزائري قبل أيام قليلة باليوم الوطني للشهيد، كما يتزامن مع شهر مارس شهر الشهداء، وهي محطات تاريخية ناصعة صنع ملاحمها جيل نوفمبر الذي بذل النفس والنفيس في سبيل استرجاع حرية شعبه واستقلال وطنه، مجددا التذكير بتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري وفي طليعته الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية في مواجهة الظاهرة الإرهابية المقيتة. لقد تعودت في كل مناسبة على أن أكون دوما صريحا، لا سيما إذا تعلق الأمر بالوطن وبأمنه واستقراره، فإرسال الجزائر لكافة عوامل أمنها من خلال القضاء على الإرهاب وإفشال أهدافه بفضل الاستراتيجية الشاملة والعقلانية المتبنات، ثم بفضل التصدي العازم الذي أبداه الشعب الجزائري وفي طليعته الجيش الوطني الشعبي رفقة كافة أسلاك الأمنية الأخرى، لم يرضي بعض الأطراف الذين يزعجهم بأن يروا الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر التي عاش خلالها الشعب الجزائري وكل أشكال المعاناة، وقدم خلالها ثمنا غاليا فالشعب الأصيل والأبي الذي عاش تلك الظروف صعبة وأدرك ويلتها، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن ونعمة الراحة البال. إننا ندرك أن هذا الأمن المستدب وهذا الاستقرار الثابت الركائز سيزداد تجدرا وسيزداد ترسيخا، وسيبقى الشعب الجزائري يرفل في ظل هذه النعمة، وسيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكا بزمام ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد وطننا هيبته. إن الشعب الذي أفشل الإرهاب وأهبط مخططاته ومرامه هو نفسه المطالب اليوم في أي موقع كان أن يعرف كيف يتعامل مع ظروف وطنه وشعبه.